300 متر وجهتك على اليمين قفل. المكان الغريب ده مراد يا حنفي. حقول ايه؟ يا جماعة في حاجة غلط، احنا في بيت ملعون. ايه الأحمر ده؟ لا ايه ده يا شيخ؟ شيخ أنا بقيت أحمد الفيشاوي. أنت اللي منقي الألوان الحلوية دي؟ دي حسينيه من التوحيد والنور. مش ده القميص والكوفية اللي كان لابسهم عمرو؟ هو في إيه؟ مين دي؟ دي بنت العمدة. بنت العمدة ده كافيه. قلت لك 100 مرة ما اسميش كاموليا، اسمي الليدي كاكا. الليدي إيه؟ الليدي كاكا. أنا العمدة خفاجر. أنت بقيت جوز بنت جناب العمدة. موري. يا لهوي. ايه ده في ايه؟ دي سبارة راكزة. واحنا راجعين من طنطا رحنا على كهرة المعز. المعز مين؟ كل حاجة ليها وش لابسة وش تاني، المهم الشكل يبقى مية مية. مهما تعمل مش هتبقى أي حد تاني، كل حاجة فيك تفضل هي هي. بس بس مش عايز أسمع فوق. ايه ده؟ أنت فلاح أجنبي؟ حرفيا أنا اتسرقت يا جماعة. البنت ده ملعون، أنا قلت من الأول. يلا بينا. الحمار بتاعك ده مش معمول له اي عنده، ده اتنبه عليه. صباح الخير يا عم. يا عم مش شافني، مش شافني. انت ما تعرفيش انا من ايه؟ انا من الزمالك. يلا يا حبيبي من هنا بدل ما اقطع جتتك. يا رب طلعني من الورطه دي على خير. ده انه راحت ليه لعنه؟ والله انا قلت اقلعها يعني عشان نقعد براحتنا. اهلا بيكم في العرض الخاص لفيلم خرجوا ولم يعودوا. هو فيلم من نوعيه الافلام الكوميديه، فرس، في جزء كبير جدا من الفرس من الفانتازي، ماشي، وبيحمل مسج مهمه جدا. هي فكره الانسان دايما بيبقى جواه شخصين، شرير وطيب. فلما بيبين للناس شخصيه، لما بيفكر في الشخصيه الثانيه اللي جوه لما بتطلع بتخرج ولم تعود. ده رمز الفيلم، يعني الانسان بيبين حاجه وبتطلع حاجه تانية جواه. ممكن تكون اطيب، ممكن يكون باين للناس اللي هو شرير وهو اصلا جواه طيب، ممكن يكون مثلا هو ملتزم وهو اصلا من جواه بيهزر وحاجه زي كده. فدي فكره الفيلم، فكره في اطار كوميدي، مسج للاسره بكل طبقاتها من اول الطفل لغايه الجد. يا رب يعجبكم. فيلم لايت خفيف، ايدنتي مصري جدا. احنا بشغالين كلنا في قريه وعمده وارياف وحاجات زي كده. فده مهم جدا بالنسبه لي ان احنا نعمل فيلم شبه، حتى لو الفكره ممكن تكون شبه بحاجه بره، لكن لا، هي فكره مصريه بحته يعني. بص، هو الدور عباره عن 4 شباب رايحين قريه ريفيه عند مين؟ عمرو اللي هو نايم بدوره يعني. وطبعا مش عايز احرق لك الفيلم يعني. وطبعا عندهم في البيت بيحصل بيشربوا بقى مخدرات او اعشاب، بيغير لهم كل واحد، بيروح شخصيه تانية خالص. اللي بيبقى شيخ ما بيبقى شيخ، واللي لا مؤاخذه انا اسف اللي صاحب البيت بيتقلب حمار، واللي مش بيخلف بقى بيخلف، بقى عنده ولد يعني. ومين تاني يا ربي؟ ومصطفى ابو سيح كان شيخ، كان اسمه عبد الله، اتقلب بقى بيبو. ففيها يعني، مش عايز احرق لك الفيلم برضه، اتفرج عليه ان شاء الله. انت معانا، اقول لهم مليون مبروك ودايما كده في نجاح ودايما اسمكم عالي. وهم كلهم حبايبي، كلهم اصحابي، مصطفى ابو سريع ويزو حسني وحسن السيد المخرج وكل طاقم، كل كروب بتاع الفيلم حبايبي. انا مبسوط بيهم جدا، واحنا المفروض بننجح لبعض وبنفرح لبعض بنجاح بعض. فشيء كويس قوي ان انا اكون موجود النهارده في فيلم انا مش فيه، بس جاي اتفرج على اصحابي يعني. كواليس فيلم خرجوا ولم يعودوا، القصه عامه ولا البدايه؟ الفكره جات لي وقعدت فتره ان انا احضر الفكره. اوكي ريدي. مع الوقت ابتديت ان انا امصرها، او لا انا عايزه اعملها في الارياف، في كانوا 3، بعد كده بقوا 4، استاذ خالد عليش، حسني شتا، ويزو، ودخلنا ويزو واستاذ ديا المرغني. خرجوا لم يعودوا بيظهر ان هو كوميدي بس يحمل معنى انساني، ويحمل معنى الانساني. بنحارب فيه المخدرات، بنتكلم عامة المورال بدون حرق الأحداث. أنا مش عايزة أدخل في القصة لحد ما تدخلوا تفرجوا. الإنسان لما بيقع في مشكلة ما، وبعد كده بيجي عليه مشكلة بعد كده، أو بتكون معاه مشكلة أكبر منها، بيحل المشكلة الكبيرة، وبعد ما بيحل المشكلة الكبيرة
بيرجع للمشكله الصغيره، وبعد كده بيخرج من كل المشاكل دي بيكتشف ان في ناس وقفوا جنبه في الفتره الصعبه دي، ممكن يضطر يرجع لهم تاني او يقعد. مرسي جدا. اول انا بعمل دور بلبل غفير من اثنين غفر العمده، واحد منهم يعني، وهو الموضوع في قالب كوميدي ما بين ان هم اثنين غفرة اغبياء جدا، فبيوقعوا العمده وبيوقعوا الممثلين في مشاكل طول الوقت خلال احداث الفيلم. والله هو دور بعمل شخصية اسمها مراد، هو شاب معاه ثلاثة أصحابه وشباب تانيين، مفترض إن فيهم اللي اتجوز واللي ما اتجوزش، وبعدين بيقرروا إن هم يروحوا قرية عشان يستعيدوا ذكريات الماضي وبتاع، قرية فيها بيت واحد صاحبهم. ففي أثناء رحلتهم بقى في القرية دي بيمروا بمواقف كتير جدا بتشقلب لهم كيانهم، ما أعرفش بقى إذا كان هيرجعوا ولا ما يرجعوش. بس انا مفروض بحضر فيلم عن نتفليكس اسمه صحوة ملك، فيلم فرعوني يا رب يكمل على خير، وبعمل مسلسل المدينه الجامعيه للبنات، ده مسلسل بلاتفورم من نزل بلاتفورم. لا بص، احنا قدامنا ورقين، قدامنا فيلمين من قرام، فيلم اسمه روميو وجولييتاتو تاليف وائل يوسف اللي هو مؤلف الفيلم ده، ومعانا تاني برضو فيلم تاني ابن رسمه أربعة في مهمه سعوديه تاليف المؤلف الكبير فتح الجندي يعني، وان شاء الله خير يا رب، ربنا يكرمنا ان شاء الله. انا شغال دلوقتي في عرض اسمه زقاق المدق، بيتعرض على مسرح البالون، وفي ان شاء الله كذا حاجه الفتره الجايه هشوفها بشكل كويس، رجوع للدراما قوي يعني. والله لغايه دلوقتي كلها اتفاقات مبدئيه، ما فيش اتفاق فعلي، فمش هقدر ان انا اصرح باي حاجه من اللي معروض عليا، بس اللي اقدر اقوله ان احنا بندور على حاجه جديده نرجع بيها للدراما بشكل كويس، لان انا يمكن متغيب عن الدراما بقالي سنتين، فعشان ارجع للتلفزيون لازم ارجع له بشكل كويس ان شاء الله باذن الله. ما انا ما اقدرش اقول والله، لان انا في عملين بقراهم هفاضل ما بينهم، فما اقدرش اقول لك ده او ده يعني، هفاضل ما بينهم، هشوف الدور الاصعب والدور اللي يضيف لي وهعمله.